يسعدنا ان نستضيف معنا في الاستديو الدكتور يوسف ابو عباس، استشاري الغدد الصماء والهرمونات. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا بك من جديد في العالم هذا الصباح. صباح الخير اختي نوره، صباح الخير اخوي احمد، ساعة المباركة. ساعتك ابرك. احنا في البدايه ودنا يعني عندنا الصراحه وايد مواضيع وايد محاور تكلمنا عنها وياك ما قبل البث بث حلقتنا، لكن اولا خلينا نتكلم عن معدل السمنة، وأن إحنا في الكويت يعني صرنا متصدرين هذه القائمة العالمية في معدل السمنة، فخلينا نعرف شو الأسباب. طبعا الكويت من 10 الدول الأوائل في معدل السمنة عالميا، وربما عربيا الدولة الأولى عربيا في مستوى السمنة وزيادة الوزن تصل إلى 80% تقريبا، والأدهى من ذلك عندنا اللي أعمارهم بين خلينا نقول 12 إلى 20 سنة اللي هم التينيجرز، قاعد يصير معاهم وباء السمنة، معاناة يومية معاهم، وإنه قاعد يصير معاهم سكر من النوع الثاني بسبب السمنة اللي هو عادة في السابق يصيب الكبار، الحين قام يحوش عيالنا الصغار في عمر مبكر جدا، وهذا ناقص خطر. السبب الرئيسي للسمنة في العالم تقريبا وفي الكويت خاصة ثلاث أسباب رئيسية. أولا نوعية الأكل اللي هي عادة وجبات سريعة وما أشبه. اثنين كمية الأكل اللي هو تشجع شركات الوجبات السريعة أن دائما دبل دبل دبل، أنا أمشي بالشارع عليها عروض بعد مع الأسف أمشي بالشارع في إعلان كاتبين دب دب إعلان زين، أنا قاعد أمشي يعني هذا تشجيع على أنا أسميه الشره والنهم في الأكل. الموضوع الثالث وهو أو السبب الثالث هو قلة الحركة وقلة النشاط البدني. تو طلع تقرير من منظمة الصحة العالمية، الكويت من أعلى الدول في معدل قلة النشاط بالمقارنة قلة النشاط. قلة النشاط ومعها دول أخرى عربية، مجموع ست دول عربية أقل نشاطا على مستوى العالم، بحيث أن شعبك بالكويت أكثر من 50% يعيش حالة الخمول، خاصة عند النساء ومن اللي عمره فوق 60 سنة في حسب التقرير اللي من منظمة الصحة العالمية. فإحنا أعلى نسبة في السمنة وأعلى نسبة في قلة النشاط في الخمول مع الأسف الشديد. زين أقل دولة في العالم في يعني أو أكثر دولة في العالم نشاطا هي أوغندا والعالم الغربي. العالم الغربي أقل من 10% عندهم قلة نشاط، أوغندا اللي هي دولة أفريقية أقل من 5%، أعتقد لأن الظروف معيشتهم تختلف، ما عندهم الرفاهية. طبيعة الجو بعد ترى يعني صحيح. دكتور تساعد يعني إحنا صرت عندنا إندور في ناس تروح تمشي بالبولات وكذي، بس أنا كان ودي أسأل سؤال. طيب تقول إن المطاعم الفاست فود هي اللي تمتن. نعم. إحنا بعد طبيعة زواراتنا يعني ما شاء الله إحنا يعني نتنافس على إن كان ريوق بوفيهات، إن كان غدا، إن كان عشاء، إن كان حتى عصرية مسيرين نتنافس على شو بتجيب نقصة وش بتحط ولا هم مش حاطين من نورة. أعطيك أكيد بيت بعد ترى يعني أعطيك معلومة نورة، كربوهيدرات. أعطيك معلومة نورة أكيد إن في ناس يجون من برا الكويت بس عشان يشوفون مطاعم الكويت. إحنا نتميز بهالشيء وهذا شيء زين، أنا أعتبره شيء زين، بس ناكل صحي. الجنك فود اللي أنا أسميه جنك فود رقم واحد، وجبات سريعة رقم اثنين، بيتزا والشغلات هذه الكربوهيدرات اللي هي عالية في الدهون وعالية في نسبة الكارب. زين أما لا بس إن الإنسان يستمتع بالأكل، ولكن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه النقطة مهمة إحنا لازم نطبقها عكس اللي أهلنا علمونا إياه، كمل صحنك حرام ينقط. لا، في نقطة مهمة إذا تسأليني شنو أهم نصيحة، أبي الناس تمشي يوميا حتى لو 10 دقائق باليوم يا جماعة بس مستمرة. يعني أحد أسباب أنا أعتقد في رأيي أن الناس ما تمشي لأن إحنا كجسم طبي نقول له لازم تمشي باليوم نص ساعة، أنا أقول له امشي 10 دقائق أنا راضي، بس يوميا حاول تكون يوميا يعني لا تقطع، اللي هي يسمونها البرزيستنس أو الاستمرارية. زين بعدين تبي تزيد بس العشر دقائق، أنا في دراسات تثبت الكلام أن 10 دقائق في اليوم
منها فوائد صحية تجمع منها إن أي مرض داخلين معاه مشي يتحسن، سواء سكر، سواء ضغط، سواء كوليسترول، سواء دهون على الكبد، حتى الأشياء النفسية دخلي معاه مشي، الاكتئاب يخف، القلق يخف، التوتر يخف. يعني أمور كثيرة يمكن من خلال ممارسة المشي أو حتى الرياضة بشكل عام بأنواعها المختلفة، ويمكن الجانب النفسي طبعا يعني هم بعد هذا شيء بشيء يذكر، يمكن من خلال ممارسة الرياضة هم إحنا نتغلب على الأمور هذه النفسية. الاكتئاب اللي تفضلت فيها في هذا الموضوع، يمكن دكتور إحنا عندنا ما شاء الله الكثير من المراكز، الكثير من الأندية ممكن إحنا نمارس فيها يعني هذه الرياضة. أكثر من كذي أكثر من كذي أحمد، أنا يوني ناس يقول لك أنا ما أقدر لا أروح منادي ولا أروح مول ولا أروح، إذا أنا أقول داخل البيت في طريقة، أنا أقول لهم بعد كل صلاة بدل ما تسبح السيادة امشي وسبح داخل الصالة. اي لا ما نعقد الأمور، أي نشاط رياضي يفيدنا. بعد كل صلاة عندك خمس فرائض، نعم. بعد كل فريضة بدل ما تسبح السيادة، ونجحت مع ناس وايد سويتها زين، اللي عنده عوار اركب راح، بس إنه شنو يستمر على الموضوع، مو خلال يوم يومين يشوف نتيجة. الاستمرارية تمام. بعد أسابيع ربما يشوف نتيجة، إن العوار الركب يخوف، يصبح مشي أخف من زين. أنا في مرات يكسرون خاطري ناس ينشأ عادة جديدة يعني. إيه بالمسجد عمره 30 قاعد يصلي على كرسي، علشان عمره 30 يصلي على كرسي. إيه أو 40 زين قاعد يصلي على كرسي، ليش من السنة زين ركبه ما يقدر يسجد زين. أنا أشوفهم بقلبي أقول لا حول ولا قوة، يعني قاعد يعيش عمره 80 وهو عمره 30 أو عمره 40 بسبب السمنة. إنزين تكلمنا عن دكتور الحالات النفسية، فودنا نتطرق حق هذا الموضوع خصوصا قلت التوتر والاكتئاب والقلق أيضا، هذه كلها حالات نفسية ويمكن تتداخل مع قلة الحركة البدنية أو إن كان حتى السمنة. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه ممكن يكون هذا الموضوع منتشر لكن الإنسان نفسه ما يدري أنه هو شخصية قلقة، ما يدري أنه هو مكتئب، ما يدري أنه هو يعني في هذه الأمور. وايد منتشر، وايد وايد يعني عالميا وخاصة بالكويت عندنا، لسبب أو لآخر عندنا القلق والتوتر منتشرين بشكل والاكتئاب. كبير والاكتئاب. في دراسة ما راح يعني يمكن الناس ما تصدق هالشيء، في دراسة طلعت أن اللي عنده اكتئاب خفيف إلى متوسط ربما المشي اليومي والرياضة اليومية أفضل من إعطاء العلاج، طبعا تحت الإشراف الطبي. أما في اكتئاب شديد يحتاج إلى علاج مرات دوائي. إيه لازم إذا خاصة لا سمح الله إذا وصل الأمور إلى درجة إن قابلية الانتحار، هذا يحتاج يشوف طبيب نفساني، قد يحتاج دخول المستشفى أو علاج مكثف. أما القلق والاكتئاب الخفيف إلى المتوسط لقوا إن المشي اليومي يساعد، ممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة يساعد حتى أحسن من الدواء. سووا مقارنة بين اللي أخذوا الدواء واللي مشوا، لقوا إن اللي تحسنوا لأن حسن المزاج. المشكلة وين مع السمنة؟ إن أكثر اللي عندهم سمنة عنده مزاج واطي شوية، يعني ما عنده مزاج، فلذلك تلقاه يحب 24 ساعة يسمونه كاوتش بوتيتو، يعني كله قاعد على الكاوتش وما له خلق يتحرك، ما يتحرك ويطالع يزيد الوزن، يزيد المزاج انه مو زين زين، ويصير فيش السيركل، يعني مثل انه دائره يصير مفرغه، في انه يصير معاهم زياده وزن. نكسرها شلون؟ ان احنا مع تحت الاشراف الطبي نعطي نظام غذائي مع مشي يومي مع اسمين العلاج الثلاثي مع الابره الاسبوعيه في الغالب نحتاجها، وبالتالي يتحول من الى شخص ثاني، يعني خاصه مع الاور الموجوده الحين الفعاله خلال 3-4 شهور 6 شهور من الى يتحول الى صحه افضل بكثير من ناحيه الامراض المكتسبه، السكر بالاضافه الى القلق والتوتر. دكتور يوسف بروح انا على مثل ما ذكرت النظام الغذائي، ذكرت والابر الاسبوعيه، انا الحين بخلي من الابر الاسبوعيه الحين بندش لها بعدين، لكن النظام الغذائي شنو التغذيه السليمه؟ يعني مع ممارسه الرياضه ما اظل انا اكل نفس الاكل اللي انا قاعد اكله. انا سميت العلاج الثلاثي، العلاج الثلاثي هو النظام الغذائي مع المشي اليومي
بالإضافة إلى سباحة أو هذا حق السمنة المفرطة ولا السمنة العادية؟ بشكل عام حقنا كلنا نحتاج إحنا ممكن. إلى النظام الغذائي. النظام الغذائي أخوي أحمد مو بس حق المتين، حتى الضعيف لازم يمشي على نظام غذائي، لأن إذا حتى خلينا نقول مثلا حضرتك مثلا أنت الحين وزنك مثالي وماشي على نظام ونزلت زين وبعدين رجعت الى عاداتك الصحيه الغير الغذائيه الغير صحيه، اي غذائيه غير صحيه، راح يرجع وزنك يزيد. صح، واحد زائد واحد يساوي اثنين. عطني استمراريه في النظام الغذائي مع المشي اليومي، زين في الغالب تحافظ على وزنك. اما تنتكس بعادات غذائيه غير صحيه وتوقف المشي يرجع الوزن يزيد 100%. لازم فكلنا لازم احنا عموما المتين والضعيف رجل امراه او طفل مفروض نمشي على نظام غذائي صحي زين ونمارس الرياضه كشعب. اتمنى يوم من الايام يقولون شعب الكويت هو الاكثر نشاطا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. مع ان تصدق دكتور انه يعني وايد اللي نشوفهم احنا الشعب اللي يروح وايد، هذه اشاعه يمكن احنا متصدرين السمنة وايد بالجيم، وايد شباب ولا بنات يعني اعداد كبيره، بس يمكن ما مو بعدد الك يعني تقيسها بالسكان كنسبه وتناسب. يمكن صح، انا ايد كلام صحيح. انا اشوف بالمولات الناس تمشي، اشوف النوادي وايد عندهم ناس اشتراكات، لكن الاستمراريه هي المشكله. ان يمكن تاخذين اليوم تاخذين مثلا خلينا نقول 2-7 اليوم يطلع عندك مثلا 70% قاعد يمارسون الرياضه، تشيك النادي بعد شهر تلقين نصهم يمكن وقف. وهذه هذا سر من اسرار النجاح في كل شيء في الحياه. احنا نمشي ورا العروض. بالضبط، في سر من اسرار الحياه الاستمراريه في كل شيء. عمل زين لازم نستمر فيه. صح، الاشكال وين؟ اكثرنا شهر شهرين وبعدين او يوصل حق وزنه المثالي ويرجع ينتكس. ما يخالف اخذ بريك، ما عندي مانع، بس ارجع مره ثانيه. صح، تمام. بعد اذنك نوره انا بروح الحين حق نقطه الاوبر التخسيس. الناس ما يبون يسوون الرياضه، ما يبي يمشي على نظام غذائي. خذك معي دكتور، يمكن انا بمشي معك حبه حبه وهذا الدارج فيوين يوصل حق الحبل الاخير انه يقول يلا انا باخذ الاوبر. هذه احمد سؤالك وايد مهم. يعني اشكرك على هذا السؤال. انا في رايي الشخصي العوض ولا القطيعه، اللي هو يعني بمعنى اخر هذا الشخص اللي يقول لك ما بيمشي ما بي نظام غذائي عنده سمنه، انا اقول له على الاقل اخذ الابره. هذا مثل واحد عنده ضغط يقول انا ما ابي اقلل الملح ولا شيء، اقول له على الاقل اخذ دواء الضغط. زين السمنه يعتبر مرض وهو مرض مزمن، فواحد ما يبي نظام غذائي ولا يبي يمشي، انا اقول له اوكي على الاقل انت صريح معي، جزاك الله مشكور، جزاك الله خير، بس اخذ الابره على الاقل العوض ولا القطيعه. لكن تبي حل مثالي اللي هو الحل الثلاثي اللي هو المشي اليومي مع النظام الغذائي مع الابره الاسبوعيه يعطي افضل النتائج. بمعنى اخر مع نوع من انواع الاوبر، انا اللي صار لي 20 سنه اشتغل سمنه قاعد اشوف ناس ينزلون 8 الى 10 كيلو في الشهر. انا بالقبل ما كنت اشوفه، اعترف لك قبل كنت اشوف 4-5 بالشهر، الحين 8-10 حق الناس الملتزمين في العلاج الثلاثي المشي اليومي مع النظام الغذائي مع الابره الاسبوعيه. تمام. اما اللي ياخذ الابره بس يمكن يحوشه وزن بالشهر 3-4 كيلو. انا قاعد اسوي دراسه الحين وقاعد تطلع معي النتائج ان اذا تسوي العلاج الثلاثي دبل النزول اللي تنزله لو تاخذ بس الابره وما تسوي نشاط. انا بسولف عن في يعني مجموعه من الناس تاكل وجبه واحده باليوم على اساس ان هذه يعني طريقتهم في الدايت. يعني مثلا يمكن سبت طبيعه شغلهم ولا مثل ما قلت لك ان احمد تقول انا اكل وجبه واحده بس باليوم، بس عاد هذه الوجبه ما ادري شلون قايله، يعني هل هي ثقيله، هل هي يعني سؤال مهم. الجواب انا برايي الشخصي من خلال خبرتي الانسان يحتاج الى على الاقل وجبتين في اليوم. يعني بمعنى اخر خلينا نقول مثلا ريوق والوجبه الثانيه مثلا 5-6-7 اللي هي الاجانب لما كنا بامريكا يسمونها دينر او سفر. اوكي، لكن لو يعت بين الريوق وبين السفر اكل خطا، يعني سناك خطا ان انت على بالك ان انا ابي اضعف
احرم نفسي، لا، الحرمان اعتقد انا هو طريقه حق ان الوزن يزيد بعدين. يمكن تحرم نفسك شهر شهرين ثلاثه، بعدين راح يرجع انتكاسه قويه، ريباوند. نعم. ريباوند يعني شنو؟ يعني الوزن يرجع يدوبل. يعني يدوبل ليش؟ لان انت عرفت طبيعه الجسم. ففي رايي الشخصي الانسان يقدر يعيش على وجبتين باليوم وسناك بينهم اذا جاع، بس السناك يكون سناك صحي، ياكل تفاح، ياكل جبنه، ياكل خيار، ياكل خسه، ياكل فاكهه مثلا فراوله، ياكل افوكادو، ياكل اي شيء صحي، بس ما يحرم نفسه. اما وجبه واحده في اليوم انا اعتقد راح يحط همه كله في هذه الوجبه، وفي ناس وايد يوني امتان وهو ياكل وجبه واحده باليوم. نعم، انا بتكلم عن الطبق. سمعت وايد اخصائيين تغذيه يقولون الطبق سوى ثلاث اثلاث، ثلث سلطة، ثلث إدام، وثلث يا خبز يا عيش. شوف أنا في رأيي الأكل، ونبلش بالسلطة. الأكل أخوي أحمد يعتمد عليك أنت شنو تبي. يعني أنا ما أقدر أجبرك على الطريقة هذه. وأنا في رأيي الشخصي أن كثر ما نقدر نزيد السلطة والإدام ونقلل من العيش والخبز والحلو، الكربوهيدرات والسكريات قدر الإمكان. حرام أني أكل عيش وخبز، مو حرام، بس إذا تقدر تخفف الكمية، إذا تقدر تسوي فقط عند الرغبة. فرضا أحمد تقول لي أنا ترى ما أشتري العيش إلا مرة بالأسبوع مع الخبز، أقول لك توكل على الله. صعب هذا بالنسبة لي. لا لا، هذا مثال طبعا. لا أنا قاعد لك كمثال. في ناس يقول لك أنا مرة واحدة. زين تقول لي لا والله أنا أبي يومية، أقول لك على الأقل لا تحط لي قنشة عيش وتقول لي هذا اللي أبي، ما يصير تحط قنشة. زين أكل لي قفشتين، ثلاث، أربع، خمس، اللي سكت خاطرك. أوكي. يمكن أنا خاطر قفشتين، يمكن خاطرك خمس، أوكي بالمعقول. أما ما يصير تقول لنا هذا خاطرنا قنشة كاملة وهذا خاطري، لا تحاكيني. لا، هني هذا إسراف. يصير التقليل تدريجي يعني. التقليل تدريجي طبعاً، التقليل تدريجي. زين في القالب أكثر ناس ترى العيش حشو بطن والخبز، انتبه. زين فهي مسألة اللي يخليك تاكل العيش والخبز هو الوناس، انك تستانس، ولا هو ترى الان في الوقت الحالي ما يعتبر غذاء صحي، انا في رايي الشخصي. زين لكن صعب ان انت تقول حق الناس كلهم وقفوا العيش والخبز. تقدر توقف خيرا على خير، ما تقدر اخذ اللي يسكت خاطرك. اوكي بالمعقول. اما ما يصير ما يصير ما يصير في ناس انا اشوفهم نفسك فوق هذا، لا يصير عندك افراط، ولا ان انت والله تاكل ما. يمكن يوم من الايام توصل الى مرحله انت ما تبي العيش والخبز، اجبرك عليه، اقول لك لا مو لازم. في فحص دكتور يعني انا سويته، فحص تحليل دم، عاد شنو اسمه ما اتذكر، ان شنو اللي يسبب لك السمنه. اي مو دقيق صحيا، هذا معروف هذا. انا بعدين لما شفت يعني لما يعني عرفت شنو يعني في ناس تنصح او تمتن من الحلويات او السكريات او انه من الكربوهيدرات. يعني انا اتضح معي اللي هو الكربوهيدرات، يعني انا مو وايد مع الحلاوه وكذي. نوره كل الناس يعني انا خلال خبرتي سوي اسراف في الكربوهيدرات والنشويات والسكريات، في القالب الأعم راح يزيد وزنهم، يرتفع السكر، يرتفع الضغط في القالب الأعم. قلي لي العكس صحيح، قلي لي. فهذا اللي جابوه بالتحليل مو شيء جديد، يعني هذا غالبية الناس، إذا ما أقول 90% أو أكثر، اللي يأكل نشويات وسكريات وكارب راح يزيد وزنه، والعكس صحيح. أوكي. يعني هذيل الثلاث أمور إذا ما كنا فيهم بتوازن ممكن صح. تتسبب لنا يعني تسبب لنا في السمنة. سبب رئيسي للسمنة في رأيي الشخصي هو الإسراف في الأكل عموما، خاصة في النشويات والسكريات والكارب. يعني بمعنى آخر الحلو، العيش، الخبز، المعجنات، هذول كلها هذا يزيد. بعد والمكرونة كلها هذه يعني من بس لو أكلتي نورة لو أكلتي بمقدار بسيط انا اعتقد لا باس. يعني ما يصير احنا نعمم على كل الناس ان يقطعون كل هالشغلات. لكن زين مثلا في فرق بين واحد معقول يعني جاتني مريضه تقول لي انا اذا ما اكل كاكاو هالكثر ما ارتاح. ما شاء الله. زين
تقول هذا كل عقب كل غدا زين. قلت لها اخذي نصف نتفه. قالت لي لا دارك شوكليت مثلا. اي يقول لك في اليابان الحريم ياكلون ربع كذي شيء بسيط زين شيء كميه بسيطه. ليش؟ بالكويت تقول لك هي تقول لي يقول لك انا اكلها الكبر واغمض عيني واتلحف عقب ما عشان 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 تنسى الشعور بالالم. عاد احنا سولفنا عن الاكتئاب ليكون الكاكاو يعطي دوبامين. طبعا 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 اللي الناس المكتئبه يصرفون في اكل الكاكاو. اللي الناس المكتئبه يصرفون يكثرون من اكل الكاكاو معروف هالشيء. شو يسوي؟ يرفع شويه الدوبامين يحسن. ممتاز. بيانا على ابر التخسيس الحين وبتكلم عنها. في ناس يستخدمونها الحين مثل ما قلنا يمكن ما يبي يعني يمشي على النظام الغذائي ولا يمارس الرياضه وخلاص الحين يبي يدخل على هذه الابر. هل لها تاثير على البنكرياس اذا انسان صحيح ما في شيء ما في سكر؟ شوف انا قاعد استخدمها بكثره للامانه لان هي احد اسباب النجاح في انقاص الوزن طبعا بشروط معينه. بشكل عام الابر انا اتحمل مسؤوليه كلامي. الابر بشكل عام امنه نادر يحوش البنكرياس. اي ممكن يحوش البنكرياس نادر جدا ما شفت انا الحمد لله الى الان ولا حاله الحمد لله. الحمد لله. اكثر الاعراض الجانبيه هي تكرم اللوعه واذا حظك مو زين مع المريض انه يرجع وعاده يخف مع الوقت. الاشياء الثانيه النادره سرطانات ما ادري شنو كله مو موجود انا ما شفتها الحمد لله زين. ويتكلمون عليها من ناحيه نظريه تاثير الابر. تاثير الابر في نقطه لازم اقولها سرطان الغده الدرقيه العادي يصير تستخدم حتن بس في نوع نادر جدا انا خلال 30 سنه شايف حالتين من سرطان اللي يقولون عنه انه ما يصير تستخدم معاه الابره. انا شايف حالتين في خلال 30 سنه اللي هو نوع نادر جدا من سرطانات الغده الدرقيه ولذلك بشكل عام وانا مغمض في الغالب اقدر اعطي الابره في حق اغلب الناس. ممكن لاطفال بعد فوق 12 سنه ما يخالف. فوق 12 سنه فوق 12 سنه حلو يعني الصراحه في امل وفرصه يعني طبعا اذا في سنه مفروضه لها شروطها معينه زين زين. انا اتجنب ان كل ياهل يجيني عمره 12 اعطيه الابره زين لانه ممكن يطلع منه ان هذا يدش رياضه ولا مثلا بالضبط رحمه الله والديك عافيه بالضبط 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 صح يعني صح. ممكن انه هو مثلا خامل يعني مو خلينا يتحرك ولا هذا بالضبط. فحلو هذا انه يكون في قرار في الموضوع. يعطيك الف عافيه دكتور يوسف ابو عباس استشاري غدد الصماء والهرمونات. شكرا جزيلا لك وايد استفدنا منك واتمنى ايضا المشاهد استفاد ايضا من هذه الفقره الحواريه. اشكركم وساعه مباركه ساعتك حياكم الله يسلمك. مشكور.